اليوم جينا بطبيعة الحال باش غادي نساندوا المتعاقدين أو الذين فرضي عليهم التعاقد، لأن الموقف ديال النقابة ديالنا واضح في هذا المجال، هذا هو المساندة ديال هذه الفئة هذه اللي هي كطالب الإدماج في الوظيفة العمومية، واللي بطبيعة الحال الموقف ديال النقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل واضحة منذ البداية في هذا الاتجاه، أو في هذا خاصة هذا الموقف اللي هو باين منذ البداية اللي هو المطالبة بالإدماج، وكذلك جميع الفئات اللي هي متضررة في خاصة الحقل التعليمي. وكنأكد وكنزيد نأكد على أن النقابة الوطنية للتعليم راه مع جميع المطالب ديال كل الفئات بما فيها الفئة ديال المتعاقدين. والسلام عليكم. بداية تحيات لجميع الأساتذة الحاضرين معنا في هذا الشكل النضالي الراقي اللي كيجي كمحطة من المحطات لخطة التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد منذ سنة 2016 في معاركها إذا صح التعبير الدموية داخل الوطن الجريح حول إسقاط مخطط التعاقد. هذه الوقفة اللي كتشوف فيها الأساتذة هي وقفة حول يعني المجازر التي ترتكب يوم بعد يوم في حق الأساتذة من قبيل المحاكمات السورية اللي تتعرض لها الأساتذة على مستوى يعني مجموع التراب الوطني المغربي آخرهم وليس بآخرهم سهام مقرني على مستوى إقليم الدريوش، إضافة إلى ذلك الاقتطاعات الإجرامية يعني في الرواتب ديال الأساتذة 1200 درهم يعني 1300 درهم حتى كتوصل أحيانا حتى 2000 درهم بموجب يعني حق هاد الأساتذة. إذا هذا الإشكال النضالية اللي كتخوضها التنسيقية الوطنية هنا من داخل بني ملال المتمثلة في ثلاثة ديال المديريات اليوم، هذا مديرية الفقية بن صالح، مديرية خريبكة، وكذا مديرية بني ملال، تعبيرا منهم عن الرفض ديال الواقع المزري الواقع المأساوي اللي كيعيشوا الأستاذ داخل هذا الوطن. لا يعقل أن الأستاذ أصبح كما يشاع وكما يقال بين الأساتذة أصبح معدة من المعدات اللي أصبح المخزن اليوم تحاول يكرصد السياسة هذه ديال أن التعليم غيولي والأستاذ في آخر المطاف غيولي بضاعة وقسم محتاج له غير ميه وقسم مسألة منه غير ميه، كأنه كما قال الأساتذة وسبق قررنا هذا الشيء هذا أصبح بحاله بحال الممسحة بحال الصبرة من داخل القسم. إذا إجابة كإجابة موضوعية على الواقع المزري، الأساتذة خاضوا اليوم وغيخوضوا مستقبلا إشكال طاحنة حتى إسقاط مخطط التعاقد المشؤوم، ودمنا ودمتم النضال الأوفياء. تحياتي. معركتنا النضالية غادي تستمر في حالة استمرار الوزارة الوسطى على القطاع في الاستهتار ديالها في حل حالة هذا الملف. إذا معركتنا ستتجه منحا تصعيديا. إذا الآن راه مشينا بإضراب ديال يومين ثلاثة أيام خمسة أيام، والقادم سيكون أسوأ. إذا هذا الإضراب ومثابة إضراب إنذاري للوزارة من أجل أن تكون مسؤولة في إيجاد حل فوري وعاجل لجميع المشتغلين في النظام الأساسي ديال الموظفين الأكاديميات الذي نرفضه رفضا قاطعا.